الآن إلى فقرة ترند وأبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. مباراة الكاميرون وصربيا انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكليهما، لتنتهي بعدها مباراة غانا وكوريا الجنوبية بفوز غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. أما هذا المساء فنترقب مباراة تجمع البرازيل وسويسرا بعد أقل من ساعة من الآن. مشجعو المنتخب السويسري نشروا صور يان سومر الذي اكتسب شعبية كبيرة في بلاده بعدما نجح العام الماضي في إقصاء بطلة العالم فرنسا عن كأس أوروبا وبعدها في بلوغ ربع نهائي البطولة القارية. على المقلب الآخر طغى غياب المهاجم نيمار عن صفوف البرازيل اليوم بسبب التواء في كاحله، طغى على أحاديث مشجعي البرازيل في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأمر لم يثني راقصي السامبا عن التفاخر بأن لديهم عمودا فقريا قويا قادر على تعويض غياب نيمار. مغردون آخرون وصفوا مباراتي الليلة بأنها مواجهتان بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، فهناك أيضا مباراة ستجمع البرتغال والأوروغواي. أما توقعات المشاهدين بشأن مباراة البرازيل وسويسرا فجاءت على النحو التالي: من سيفوز فيها؟ 92% توقعوا فوز البرازيل، بينما توقع 8% فقط فوز سويسرا. وللمزيد حول مباريات اليوم نرحب معنا هنا في الاستوديو في استوديو شبابيك بلاعب المنتخب القطري السابق رائد يعقوب. اهلا وسهلا بك معنا سيد رائد. مرحبا يا نادي، اهلا بك. ابدا معك بمباراه الكاميرون وصربيا التي انتهت بتعادل ثلاثه اهداف لكليهما. كيف يعني ترى هذه المباراه؟ كيف تابعتها؟ هناك الكثير من الاهداف فيها، سته اهداف، وهل تغير اي شيء في حسابات المجموعه السابعه؟ يعني تابعناها بأمانة، يعني ما قبل المباراة كل يتوقع يعني هم كأنهم خارج الأضواء، رغم أنه بحكم أنه وجود منتخب قوي في هذه المجموعة، لكن بأمانة الكل بحث عن البطاقة الثانية. شفنا كاميرون هو خاسر، وأيضا شفنا صربيا هو خاسر من البرازيل. صربيا ظهرت بالشكل الإيجابي خاصة في مباراتها مع البرازيل في الشوط الأول، وكملتها بالاهداف مع الكاميرون، لكن اتضح على صربيا انه هو في اللياقه البدنيه في الامتار الاخيره دائما ما يخسر كثير من الامور. شفناه مع البرازيل خسر في اخر نص ساعه، وايضا شفناه بتعادل ايضا وكاد ان يخسر ضد الكاميرون في اخر نص ساعه، يعني هناك تعامل البدني غير جيد من او قراءه اللعب بالنسبه لمنتخب صربيا. لكن من ناحيه المشاهد، من ناحيه البطوله، هي الاجمل طلعت من ناحيه الاثاره، من ناحيه الرومنتادا، من ناحيه انه لا يوجد فريق غالب الفريق، الكل يبحث عن جدية حث أحد البطاقات. نعم، لأن لا فريق يستهان به يعني. أي طبعا طبعا. هذه الأمور والإثارة يعني صارت يعني كأنها سمة، وشفناها على طول في مباراة، وكانت مفاجأة المونديال الأندية الصغيرة أو يعني أحسنت. التي لم يكن أحد يتوقع أن تحرز هذا النوع من النتائج، شكلت المفاجأة في هذا المونديال كاليابان والمنتخب السعودي. نعم. المغرب، تونس. نعم. كلها. نعم. منتخبات يعني لعبت بشكل جيد. نعم، نأخذ قارتين، قارة الأفريقية ودول سواء الأفريق العرب، ونأخذ قارة آسيا. في الجولات الأولى ظهرت بشكل جدا ممتاز باستثناء منتخب قطر، لكن ظهروا بشكل كبير، يعني اتضح ان المستطيل الاخضر لا يعتمد فقط على الحسابات وعلى التاريخ ابدا، يعتمد على الفعل وعلى العطاء في ارضيه الملعب. يعني اعطى كل مباراه حقها. كيف؟ اعطى كل مباراه حقها. اي طبعا طبعا، لابد ان يعني هناك في يعني من كانت يعني خلينا نقول السعوديه مع الارجنتين، كل التوقعات تصب مصالح الارجنتين بحكم القوه، بحكم الاسماء، وبحكم هذا، لكن بارضيه الملعب ايضا تصنيف فيفا كذلك. نعم نعم، يعني قاعد استغل انا هذه الامور، وشفنا ايضا تعامل اليابان مع المانيا كيف كان تعامل بشكل جدا إذن. وايضا اليابان رغم انها هي فازت على المانيا تعاملت مع كوستاريكا وكانها هي الاقرب للانتصار وخسرت من كوستاريكا، مع ان كوستاريكا في الميزان يعتبر نفس المانيا اليابان في نفس الحضور. نعم. اليوم نعم تفضل. هلا في مباراة أخرى هي مباراة كوريا الجنوبية وغانا، انتهت قبل قليل كذلك، وانتهت بفوز غانا بثلاثة أهداف لهدفين. أيضا ما الذي تعنيه برأيك هذه النتيجة للمنتخبين؟ شوفي، أنا قيس أن الفرق اللي تحتاج الصبر في أرضية الملعب، أنا شفتهم في ثلاث منتخبات حاليا، شفتها في فرنسا،
وشفتها في البرازيل وشفتها في المغرب، انتظار لين حين جاءت فرصه لاخذ النقاط. المنتخب الكوري بدا بدايه قويه جدا ضد غانا، لكن لا يتعامل بشكل دفاعي صحيح. في اول كورتين لغانا سجلوا هدفين، من ثم رجع المنتخب الكوري، لكن مع الانفلات هذا ايضا هناك اخفاق دفاعي. فهو التعامل في كره القدم لابد ان يكون فيها صبر. احنا الكل شاف منتخب فرنسا كان اكثر وضوحا، حتى لو تسجل عليه من استراليا في المباراه لم يهتز، كمل بنفس الرتم بنفس القوه لين ما سجل. وشفناه في المباراه الثانيه كيف ان الصبر مع الدنمارك، انه في اخر الدقائق قادر على حصد الهدف. هذا الامر شفناه منتخب المغربي بامانه في مبارتين، شفناه مع كرواتيا ثاني العالم كيف هو تعامل معاه بشكل جدا ممتاز، احتفاظ على اللياقه البدنيه، القوه الدفاعيه، محاوله التسجيل. شفناه ايضا في المباراه الاهم مع بلجيكا، تتكلمين مصنف رقم 2 ايضا، كيف هو تعامل معه بصبر، حتى لو كان المنتخب البلجيكي افضل في ارضيه الملعب، لكن هناك في صبر، وكيف انه بصبر هذا رغم انه حارس عملاق كورتو بالنسبه لبلجيكا، الا انه تعامل بصبر واخذ الثلاث نقاط بشكل جدا ممتاز. هذه الامور في ارضيه الملعب لابد ان يكون في تعامل بحرفنا. في كثير من الفرق بينت الانفعالات تاثر عليهم بشكل كبير، يعني مثلا اليابان بعد فوزه على 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 المانيا شفنا كيف تعامل مع كوستاريكا. المنتخب السعودي ايضا شاف فائز على على الارجنتين. نعم، هناك العديد من الحسابات التي يعني تحيط بمباريات. نعم، يعني هناك وبمعنويات اللاعبين بهذا. نعم، احنا نقول ليش، انا اقول لك ان في تاثر ذهني اكثر للفرق العربيه وفرق الاسيويه. فعلا المعنويات هي السلاح الاول بالنسبه للاعبين. على كل تبقى معنا رائد، ونرحب معنا سويه بمجموعه من الضيوف ينضموا الينا عبر شبكه زوم، وابدا بيونس عوين وهو صحفي رياضي مغربي. اهلا وسهلا بك معنا يوسف، مبروك للمغرب ومبروك لكل العرب. الان ما هي الامال المعقوده على المغرب لكي يتاهل الى الدور الثاني؟ اهلا بكم وبكل المتابعين الكرام، اولا شكرا على حسن الاستضافه بالتلفزيون العربي. صراحه مقابله المنتخب المغربي يوم امس شدت الانظار، ولله الحمد يعني وفق المنتخب المغربي في اصطياد ثلاث نقاط مهمه جدا في هذه المجموعه. نعلم قوه المنتخب الكرواتي والمنتخب الكندي ايضا، الحمد لله انه كان الرهان هو ان نفوز بثلاث نقاط تؤهلنا الى الدور الموالي، خصوصا انه هذه المجموعه نعلم انها يعني صعبه جدا، ولله الحمد يعني وفقنا وتحصلنا على ثلاث نقاط تخول لنا اللعب في المقابله الثالثه امام المنتخب الكندي باريحيه. صحيح لا نقول ولا نستهين بالمنتخب الكندي، ولكن الحمد لله يعني الان سيلعب منتخب المغرب المتحرر بدون ضغوطات كبيره، ويعني كل الامال معقوده من الشعب المغربي من طنجه الى الجويره لتحقيق انتصار امام المنتخب الكندي والتاهل الى الدور الموالي، ولما لا السير بعيدا في كاس العالم، خصوصا اننا اليوم استطعنا ان نوقف قطار منتخب قوي، منتخب يعني يصنف الثاني عالميا، وهذا بفضل يعني القتاليه وكذلك الخطه المحكمه للمدرب وليد الركراكي. رائد، الى اي مدى برايك اقترب المغرب من الانتقال الى دور الثمن النهائي؟ انا احذر المغرب، الكلام هذا صحيح فعلا هي ثقه للنفس، لكن المنتخب الكندي منتخب قوي جدا، يفتقد الخبره فقط في التعامل، لكن شفناه كيف ظهر بشكل جدا ممتاز في مباراته مع بلجيكا، وايضا في مباراته الثانيه لولا ان خبره الميدانيه بالنسبه لكرواتيا تحكمت في المباراه. حذاري للمنتخب المغربي، نعم لعبت مع مصنفات اعلى وكندا لكن قويه بدنيا وحاضره ذهنيا، والامل موجود بالنسبه لها، هناك في حسابات بشكل كبير. فاتمنى المنتخب المغربي رقم واحد عدم الانفلات الذهني في ارضيه الملعب والمبالغه في الاسلوب الهجومي لتخطيط. لا اسلوب المغربي جدا ممتاز في التعامل الدفاعي في مبارتين، وهي مفتاح اخذ الاربع نقاط. فالتعامل مع المنتخب الكندي اتمنى من المغرب انه يتعامل وكانه هو اعلى من كرواتيا واعلى من بلجيكا، هذه هي العقليه الصحيحه بالنسبه له. الهدف رقم واحد اني انا اخذ التأهل في رقم واحد، من ثم تبقى الحسابات الأخرى في التعامل في دور 16 بشكل كبير. أتمنى هذا الأمر، لأن هذا شفنا لمسناه إحنا مع المنتخب التونسي. تونسي تعامل جدا ممتاز مع الدنمارك، لكن لم يتعامل بشكل جدا ممتاز مع أستراليا، وكاد يعني من المفترض أن المنتخب التونسي يأخذ هذه المباراة للدخول بمواجهة الأصعب اللي هو منتخب فرنسا. لنأخذ رأي عمر جابر وهو محلل رياضي مصري. عمر، كيف تتابع مباريات اليوم؟
مباراة النهاردة كانت عظيمة جدا من حيث الأداء. حاسس إن المنتخبات كلها جاية تكافئ قطر على التنظيم العظيم دوت، يعني ما شايفين الماتشات فيها ريمونتادا وفيها، يعني كل الماتشات كانت فيها أداء جميل، يعني ما كانش فيه ماتش قليل. شفنا كمية أجوان حلوة جدا في منتخبات مش مصنفة إن هي في الصفوة وكده، فده حاجة عظيمة جدا. نعم، أنتقل إلى عامر محمد وهو مدون رياضي سوري. عامر، السؤال نفسه، كيف تتابع مباريات اليوم ومن تشجع أساسا؟ عامر لا أستمع إليك، ربما نصلح هذا الخلل. رائد في مباريات تمام. المباراتين المنتظرتين اليوم، أول مباراة بين البرازيل وسويسرا، هل تبدو المهمة صعبة بالنسبة للمنتخب البرازيلي مع غياب نيمار ودانييلو عن هذه المواجهة؟ لا، ما اعتقد المنتخب البرازيلي راح يتاثر من ناحيه غياب نجوم، اذا بيتاثر بتعامله في ارضيه الملعب. منتخب قوي جدا 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 ومرشح للبطوله. كيف هو مرشح؟ بحكم الاسماء، بحكم المعطيات، تتكلم من حارس لخط دفاع لوسط لهجوم، امكانيات لاعبين، حتى لو غابوا، يعني حتى لو غابوا الاربعه اللي موجودين بالنسبه للمنتخب البرازيلي من ناحيه هجوم، هناك في مهاجمين على مستوى عالي، تتكلم عن جيسوس، عن انتوني، كثير من الاسماء اللي ممكن تخدم المنتخب البرازيلي. لكن انت تتكلم عن البرازيل نفسها، كيف هي تتعامل؟ احنا شفناها مع صربيا، وانا قلت لك من الفرق اللي عندها صبر في ارضيه الملعب، وكان مثاليه في تعامل مع منتخب صربيا، الصلب دفاعيا، لكن تعامل معاه لما ارهق منتخب صربيا، وتعامل معاه بتعامل جيد. اليوم ايضا مباراه، انا في وجهه نظري ان المنتخب البرازيلي واجه الاصعب، اللي هو المنتخب الصربي، قوة بدنية ولياقة بدنية واسلوب لعب ضغط عالي بالنسبة على المنتخب الارجنتيني. لكن اليوم في تعامل، المنتخب السويسري لا يمتلك هذه الطاقة البدنية، نعم هناك نظام، لكن التعامل في الحالات الفردية راح تصب في وكيف يبدو مصلحته. لك المنتخب السويسري؟ هو يشارك للمرة الثانية عشرة في هذا نعم، المونديال، لديه عدد لا بأس به من اللاعبين المحترفين، أيضا يعني لديه حارس مرمى مخضرم هو يان سومر. نعم، لكن في التعامل الفردي المنتخب البرازيلي قوي جدا، التعامل ايضا الجماعي منتخب البرازيل هذا، نعم ممكن في الالتحامات البدنيه، هو ما اخطا فيه المنتخب البرازيلي في مباراته مع صربيا هو التعامل البدني، كانت الغلبه لصربيا، لكن اليوم ايضا بنفس الستايل، تتكلمين عن الفرق الاوروبيه بهذا الستايل، هو المنتخب السويسري، نعم هو جماعي، نعم هو غير اندفاعي، لكن احنا نتكلم عن ثقل هجومي بالنسبة للمنتخب البرازيلي، وأيضا خط وسط قوي، يعني من أفضل خطوط الوسط من ناحية التمركز، من ناحية المساندة، وأيضا خط دفاع وقوة في كتشكيلة الحرس. تبدو متكاملة أكثر. نعم المنتخب البرازيلي، وأعتقد أنه راح يحسم بطاقته اليوم بشكل سلس. على كل، نعود ونحاول من جديد مع عامر محمد. عامر، هل تستمع إلي الآن؟ تمام، معك. تمام، من تشجع؟ فرنسا من زمان كثير، تقريبا 12 سنة. وبالنسبة للمباراتين المنتظرتين لليوم؟ هلا اليوم البرتغال والبرازيل، المباراتين. طيب، نلتقط هذه الفكرة منك وأعود إليك رائد. أيضا تحدثنا يعني عن المباراة التي ستجمع بعد قليل البرازيل بسويسرا، هناك مباراة أخرى بين البرتغال وأورغواي. في حال فوز البرتغال، هل يتأهل مباشرة إلى دور الثمن النهائي؟ اي طبعا، ست نقاط بحكم انه طاح باحدى المنافسين بالنسبه له، وخاصه نتكلم عن الارجواي. الارجواي اخرج البرتغال في 2018 بدور 16 ب 2-1، هذه مباراه فيها من الثأر وفيها من اللي هو التعامل الفني في ارضيه الملعب. منتخب البرتغال في مباراته الاولى مع غانا تعامل بشكل جدا مثالي، نعم هناك طاقه بدنيه من منتخب الغاني عفوا، لكن هناك في تعامل فني في ارضيه الملعب، وكيف اني انا اتارك الامور بالايجابيات اني اسجل الاهداف. لكن كاد المنتخب البرتغالي ان يخسر النقطتين بتعادله، خاصه في الكره الاخيره. منتخب غانا منتخب عارف يوصل للتسجيل، شفنا اليوم سجل 3 اهداف وسجل هدفين، يعني هناك الحاله التهديفيه بالنسبه له. لكن ايضا نتكلم عن البرتغال، الرتم ايضا انخفض في اخر الامتار بالنسبه له، كان اللياقه البدنيه غير جيده. انا يعني من الملاحظ في الفرق هذه، كثير من الفرق
لياقته البدنيه غير جيده، تتكلم عن منتخب بلجيكا، تتكلم عن المنتخب الالماني، اسم وثقل في ارضيه الملعب منتخب البرتغالي، لكن ايضا انخفاض في اخر الامتار، قوه نعم. المباريات وقوه الاحتكاك ايضا هو تعامل هذا، لكن اليوم مباراه صعبه وشرسه جدا، منتخب الارجواني معروف عنه بقوه بدنيه يعني حمسنا وقوة. اكثر لمتابعه اي لا كل انا هذه انا اضمن لكم ان المباريات من افضل المباريات عندك راح. يعني نظره ويعني حدة في المتابعة. نعم. أشكرك جزيل الشكر لاعب المنتخب القطري السابق رائد يعقوب، وأشكر كل الضيوف معنا عبر شبكة